السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا بنتي؟ شيخي أنا بدي أخذ شورك بقصة صارت معي. تفضلي يا بنتي احكي. لا تخافي يا بنتي احكي لي. أنا صارت معي قصة الله لا يحطها على حدا. خير. واحد من الزعران اعتدى علي وعمل عملته. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتي يا بنتي؟ لا لا ما عرفته، بس أنا جاية لهون لأنك شو يا بنتي؟ لأني حبلي منه. استغفر الله العظيم، الله يسود وشه دنيا وآخرة. وأنا بدي نزله لهالولد يا شيخي. اوعك يا بنتي، هاي جريمة قتل. روح هاي. ايه وأنا ماني روح. بلاء من الله يا بنتي. إذا ما نزلته دري وأهلي بدهم يقتلوني. أنا بيجي لعندهم وبحكي معهم. ليش بدك تجي لعندهم يا شيخي؟ إذا انفضحت بيقتلوني. لا تخافي يا بنتي، ما بخليه. أعوذ بالله. الله يجزيك الخير يا شيخي. افتحي ولي افتحي، بعرف انك ورا الباب. والله لا افضحك، والله لا افضحك. هيك بتعملي فيني؟ هيك بتعملي ابن عميك بابو ابنيك؟ يا قليل شو الاصل، يا قليل شو الوجدان. بسيطه بسيطه